رشيقه خفيف ولعيب ان بوكس خطر جدا. كل لمساته تك جول تك جول. متعب التوقيت بتاعه مش طبيعي. وانا مدرب في الانتاج الحربي عماد كان قاعد في على الدكه وماتش الانتاج الحربي وفي الدقيقه 96 وقال لي انا احط فيه جون. كنت حتى اقول له لو هو نازل عينه جت في ايدي لازم يجيب جون. عماد متعب لو اتكلمنا عن افضل خمس مهاجمين مثلا في تاريخ مصر افضل خمسه رؤوس حربه بالتاكيد عماد متعب هيكون في القائمه دي. كاس الامم 2003 الذكريات بقى كانت غريبه جدا. وصلنا مع كوت ديفوار اللي هو الفريق بقى خد بالك اللي كان تقريبا تلات ارباعه لعب للفريق الاول. بعد كده شوف بقى النصيب. بقول ايه؟ امل منتخب مصر في واحده مرتده لعماد متعب او محمود وحيد. ارجع لصوتي وانا بتكلم بقول املنا الوقت في واحده تترمي اماميه لعماد متعب او محمود وحيد الله يرحمه اللعيب اللي كان في منتخب الشباب ده وتوفى. انا لسه ما كملتش الجمله ارجع للهدف راحت الكره الاماميه اللي انا بقولها اتلعبت لعماد متعب. تتعلق امال المصريين بمتعب وزكي جوا وحيد وجول والجول الثاني الرابع الجول الرابع لمنتخب مصر. لسه بقول لحضراتكم تتعلق امال المصريين باقدام الثلاثه ويحط على طول. يا 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 عالجمال عماد متعب. يا يا عالجمال ظهور عماد الكل طبعا فاكر هدفه الشهير في انجلترا في كاس العالم للشباب 2003 بقياده كابتن حسن شحاته اللي هو يعتبر الاب الروحي لعماد متعب واللي خد عماد معاه بعد كده المنتخب الاول ومعاه مجموعه من منتخب الشباب اللي كان بيتولى تدريبه. عماد سجل هدف يصل الى يقترب من مرحله الهدف خاصه ان هو في كاس عالم للشباب هدف على مستوى عالي يقترب من مرحله العالميه. هدف كمان فيه حس كوميدي خد الكرة وخد المشوار ولما حواليه كل مدافع انجلترا حوالي اربع او خمس لاعبين بيحاولوا ان هم يوقفوه او يعطلوا انطلاقته. اميز حاجه بالنسبه لي انا لعماد متعب ان هو كان رشيقه خفيف ولعيب ان بوكس خطر جدا. كان عنده قوه طبعا. لا متعب كان مدملك يعتبر. ابو تريكه ناخدها تاني. عماد متعب عماد متعب والهدف الاول والهدف الاول للنادي الاهلي. يا 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 فاجئ الجميع فاجئ الجميع وحط الكرة على شماله عماد متعب. كانت المشكلة في ان متعب لعب في جيل كان الذهبي للنادي الاهلي اللي هي من 2005 كان نادي الزمالك في دروب كبير جدا لان كان قبل كده كان نادي كلها لعيبه كانت موجوده لكن 2005 حصل دروب كبير جدا في نادي الزمالك ما بقاش فيه على الساحه غير النادي الاهلي. هدف اشبه بالنقطه الثلاثيه بتاعه الباسكت يعني انت لو حاولت تعمل جرافيكس كده او حاولت ان انت تعمل حاجه فيرتشوال كده تخيليه هتتخيل عماد وكانه مسك الكوره بايده وحطها في الباسكت من مسافه بعيده وتحسب بثلاث نقط. هداف جوه ال 18 من انصاف الفرص من انصاف الفرص كان بيجيب اجوان غريبه يعني. وحكم اللقاء مراد الدعمي ادانا ثلاث دقايق اوبا هدف التعادل للنادي الاهلي هدف قاتل في وقت قاتل. معظم الناس ما تعرفش قيمه عماد متعب في تحركاته غير طبيعيه. موهوب بالفطره موهوب ان هو راجل بيروح في الحته اللي هتيجي فيها الكوره. القدره على توقع الخطا هو خطا من مدافع بيرجع الكوره لحارس المرمى عماد ودي برضو ميزه في احد المهاجمين او في ميزه في المهاجمين اللي نطلق عليهم المهاجمين الكبار انك لازم تتوقع الخطا تتوقع خطا المدافع تتوقع خطا المنافس. كان دوره ايه؟ ان هو كسترايكر بيتوصل له الكوره بشكل مميز جدا. هو لعيب ان بوكس عماد متعب من لعيبه خطره جدا. فلافيو ليه نمط ان بوكس وعماد متعب ليه نمط ان بوكس. فلافيو مقاتل جدا وهيدرز. عماد متعب لعيب ذكي وخطاف. الكورنر اللي اتعمل وانا لما طلعت انا اصلا انا حسيت ان انا اللي جبت جون يعني انا حتى ما شفتش عماد وهو بيحطه
الكادر ده فعلا بحبه جدا، وكنت بقول هو انا ليه ما حطيتهاش على طول؟ يعني انا طالع راكب الكره كويس جدا ومخترق هو في ظهر الناس، مع الناس كان طوال جدا، بس انا طالع راكب كويس جدا وشايف الجون وشايف المرمى وبحطها، لقيتها راحت في الزاويه بتاعت عماد، وعماد عمل فولو رهيب عالي جدا. زي ما تقول عماد هو اللي رفض ان هو الكره تطلع، قال لها تعالي ليه انا اللي هدخلك الجون. انك تلاقي عماد متواجد في المكان وكانه بيقرا افكار الحق، او كانه عنده سيناريو مسبق وكانه عنده روايه مسبقه مش عندنا احنا ومش عند اي حد، هو عارف الكره هتروح، فتلاقيه دايما موجود في المكان الصح. داخل ابو تريكه والعرضيه والهدف والهدف، الله 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 يا عماد يا متعب يا عماد يا متعب يا اسد. ممكن يبقى انت اقصر من هو اقصر منك بكتير جدا، والكره تلعب عرضيه، والتوقيت خطف الخطف الخطوه دي هو عند متعب حاجه مش طبيعيه. يعني ممكن تبقى انت واقف وكل حاجه تمام وماسكه وانت طول منه وكل حاجه، بس ليه الحركه اللي على القريبه او على البعيده في الخطوه دي مع توقيت التوجيه بتاع دماغه، لا مهاجم. هو كان محظوظ جدا على صفتي جدا، مع ان صفتي يعني طول الماتش تلاقيه ماسكه وماشي معاه كويس جدا، بس هي كور معينه كده تلاقيه محظوظ جدا على الصفت. الخطفه زي ما بقول لك الخطفه الاولى يعني حتى الجون اللي شفته اللي هو اتلعب بدماغه دي، هو خطف خطوه واحده وانس، اللي هو خطف خطوه الواحده الاولانيه دي وسبق المدافع، خلاص الكره بالنسبه كبيره جون. يعني متعب ما كانش سريع، ما كانش طويل ان هو هيدنج، كان عنده قوه طبعا. لا متعب كان مدملك يعتبر، حطها بضربه راس، بس كان في غابه من السقام بقى من الرؤوس. يعني المباراه دي كانت يعني الكره العرضيه دي كان في مثلا 10 رؤوس لاعبين موجوده في الكره دي. هوبا يا سلام، رجع الثاني لسيد معوض، سيد معوض عاوز يضمن وحطها عماد متعب، جول جول. اول ما جات لي انا وقفتها، لما كان داخل عليا كان ستوبر بتاع الجزائر وقتها، كان طويل جدا بجره باين، لما جيت بكره يمكن الكره دي انا شلتها من فوقيه راحت لعماد، عماد حطها يمكن بص الملعب تحس ان الدنيا اتقلبت، مصر اترجت والمئة ألف بيهتفوا كاس العالم كاس العالم، ويأتي عماد من حيث لا يعرف أحد ومن حيث لا يدرك أحد يسجل الهدف اللي يفجر الفرحة في أرجاء مصر كلها. روعة الهدف إن كان الكرة بادية من عبدالله السعيد اللي هو نزل في المباراة دي كبديل، وراحت ناحية اليمين اتلعبت الكرة العرضية بشكل جميل جدا. وعلى فكرة عماد متعب كان مش في الفورمة في المباراة ديت، يعني هو طول المباراة ما قداش حاجة، بس عارف قيمة اللاعب دايما الناس يعني حتى خبراء الكرة يقولك قيمة اللاعب الهداف مش شرط تظهر خلال المباراة، هو ممكن ما يلمسش الكرة بس يجي في الوقت المناسب يعمل اللي عمله عماد متعب اما سجل الهدف بالرأس. عماد عنده إصرار على الاستمرار حتى النهاية وعلى الوصول للهدف والوصول للمرمى في أي وقت في المباراة، بلس 90 بلس 50 بلس 60 هتلاقيه موجود، وده يقودنا برضو لحاجة تانية، القدرة على الإبقاء على التركيز لغاية آخر لحظة في المباراة.